راح انصحك نصيحه ان اخذتها حياتك راح تتغير، وان ما سمعتها وما اخذتها حياتك راح تبقى نفس. عالم النفس ألين أرسلن او أرسلن يقول بالحياه عندنا زاويتين طريقين. الطريق الأول أن تهتم فيما لا تمتلك قدرة على تغييره. واحد زعل عليك تروح تتوسل كذا على مودي راضيك ويصالحك، واحد حاربك أنت عندك تجارة وحاربك يريد يكسرك أنت تروح تحاول تسترضيه وتسويه، هذا يقول هاي أن تتدخل فيما ليس لك يد في تغييره، لأن هذا مو بيدك. هو إذا يكرهك أو يحبك بيدك، مو بيدك، بيده صح؟ هذا من جاي يريد يأذيك، هو بيده مو بيدك. من تجي يقول تهدر وقتك بهذا الجانب أنت غلطت. ليش؟ لأن هدرت وقتك بشيء هو مو بيدك، يعني المقابل ما يريد يحكي وياي، شو اسوي له؟ شي خصه المقابل، هاي قناعته، هاي وجهة نظره، اي شو اسوي له؟ هاي شي خصه. من عمل صالحا المن فلنفسه، ومن اساء علي من فعليها، مو صح؟ يقول الزاوية الثانية، الطريق الثاني، أن تستثمر قدراتك. الله، أن تستثمر وقتك في أمر أنت تقدر عليه.